بنامي فاق الخناء الله ما هذا منكر سوقين اسبوعين دوك زغنغان بعد نكتب على هذا السوق الاسبوعي سوقين اسبوعين دوك زغنغان المشكل السوق فاق انت خصك تسمون غير مشان من هو ذي سوا دائما قاعد موجوده ولا كاين السوق فاق انت زي واحد السوق فاق السوق ذي السوق ذنيت فتعزن السوق زعما البركه موجوده مين فاق السوق؟ كانت مشكلة؟ ايوا المشكل السوق فاق انت خصك تسمون غايش مشان من هو ذي سوا دائما قاعد تسمي. ذاني تغطوا 12 صافي سكون السرعة دي سوا دي. خصنا نموت. بس كل بدوية قلت لي يعني خدمنا شوية ايوا ذي روج مي داك واحد الجالية مساكين خذيني غير. السوق قلنا سايث باب النس السوق خصها تسمون سايث باب النس السوق ماريسي غير مو قلنا سايث باب النس السوق خصها يدور غايش مشان ما ذي دور ذي ما ذي دور ذا ماريسي غير السوق قلت ذا كيف ديها نتسخ قوات غير مشى اصل المواطنين اقت عانل يودا سميزي كوا سميزي شي مدير بحا شي يموز تسغدي تسكيت قاسم انا يا سمانه قاسم انا قاود الفارق انت الخنان شفت ما فاق بنان الخنان شكاش بعدا نادور بريس المصادفه نيتو سيد غنغا السوق سوقين اسبوعين دوك زغنغان بعدا نكتب على هذا السوق الاسبوعي سوقين اسبوعين دوك زغنغان سوقين اسبوع دوك زغنغان وكي زغنغان ذي اثنين سواق ذي السوق الاسبوعي يجان مركز الى السوق الاسبوعي ذي السوق العشوائي يتعمرين عن السوق الاسبوعي ثاني تبي تنقيت ثم زوارد نساوض ثبرات انا كنبرغ هذه الرساله الباشا سيد الباشا اللي جا لمدينه ازغنغان وكان نوصل الرساله لسيد القايد اللي جا لمدينه ازغنغان كنقول لهم باللي راه كندير السواق ديال اقليم الناظور وراه خارج اقليم الناظور اي اقليم اي عمله بدلات القيد والباشا وهما مشاو عند المواطن اش خاص المواطن مشاو للهموم ديال المواطن انا كندور دابا هاد السلطه اللي جايه للمدينه ازغنغان اقليم الناظور هاد السلطه واش جايه تشد الكرسي هاد الزغنغان هاد المدينه الشريفه واش كتعطي غير التقاعد للقياد والباشاويه واش كتعطي لهم غير التقاعد فينا هو السيرفيس اللي غايديروا في مدينه ازغنغان واش هاد المدينة منسية؟ واش هاد المدينة كيجيو كيركدوا فيها ويديو التقاعد ويمشيو بحالهم؟ هاد المدينة بغات الخدمة، هاد المدينة بغات اللي غايسيرها. إلا جا القايد والباشا خصهم يسيروها يجمعوا البشر اللي كاين في الشارع مراكش يجيبوا للسوق الأسبوعي. هذه هي النقطة اللي غنركزوا عليها وخصهم التجار ديال السوق الأسبوعي. أما باش نقولوا السوق الأسبوعي خصنا نقولوا سوقين أسبوعي. هذه هي الكلمه اللي عندي ما نقول كاين المخزن في عقل بدا الخطنين الله ما هذا منكر ويدقنا مو هذا المخزن فوق المواطنين هذا ميشيل المغرب هذا ميشيل المغربي ويا مارغ الخارج اسم حسن هاك النيو هاد السواق عاد حمكني الرؤساء الكنيسه يو يانو ذا المره ويانو يانو مره غاسنح مين ذا ويقينا مو مره هذا المخزن يقينا مو مره المخزن يسبد قال المشاكل مره ذا المخزن ما عليك المخزن يا خويا شي سخون مين ذا سخون شي قاري تابق معك وخاك المخزن وخاك يتشفى قاع ريم وخاك يتشفى يوذر قال ما نقالو يوذر قال غير قال ما نقالو ما الحقوق زعما رميتو غزال الجاليه لا عمرها سلعه قاعدين 8 نسيت نتاع الرواج الخذانيت 8 الجاليه الجاليه واه يا ودي الحمد لله رزق خويا تتابعو من الامراض كابور خاص الحمد لله شون كابور خاص كاين قاعدين واش ماشي وما ترتشوها ماش كعام داش ترتشوها وها تسمون السوق باش نعيمون هذه مو السوق هذه مون ما تروي مو السوق كاين ده والو اقش نسمع اش قيمه 200 درهم كغدي القشه اش عاش بالقشه اللهم ما دام مونكا ايوا بعدا اش كبنا من غاد غيسنا هذه ضيع التاكسي بوتي تاكسي من غاد غيسنا هذه قيم ديها واسع فهم غاد ولا تما او الساوي تما حرت مزات ولا تما حرم خصني سكين تجي غير السوق ولا تما شكت في السوق باقي تخنان شكت ما تاخذ بنا بخنان المخزن فاقد بنا فاقد خنان الله ما هذا منكر اسعد انت المخزن انت المخزن وجاري بورخ باش كني غينش انت المخزن وجاري بورخ باش المخزن يا رد خبايا في النسوة ما غاش ميزي الشباب ويان الخارج مار تبرت السوق الشين قيارين السوق يوني انت وياري بو السوق اسمع قاعد السواق قاعد